شنو اللي تغير ذاك الجيل وهذا الجيل؟ كل شيء بكل مفاصل الحياة، هاي الخوة، هاي الصداقة، هاي الروح، الجورة، ليش تغيرت بوقتكم تختلف عن وقتنا؟ بسم كابتن. الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر قدومكم، الله يسلمك كابتن، الله يخليك، شرفتونا بها لقناة وطن، الله يسلمك، رمضان كريم عليكم، الله يسلمك، وصيام مقبول إن شاء الله. بالنسبة للوضع الرياضي بالبلد، قديما ناس تلعب كرة قدم، تحب كرة القدم، ما تحب غير كرة القدم، لذلك المنتخبات الأندية أبدعت وشاركت بكل البطولات وإنجازات حصلت، ومو بس كرة قدم، كل الألعاب. راح أعطيك مثال بسيط، يعني كنا نلعب راتب ما يكفينا شهر، هسه تلعب موسم موسمين تحصل لك بيت، تحصل لك سيارة، تحصل لك كذا، قاعد مستواك، إيه قاعد، ما بعد ما فكر كرة القدم. أكو راح يجي مثل جيلكم بصراحة؟ يعني جيل ما صور، ما يجي، ما يجي، يعني جيل ناطق والكابتن ناظم و... يعني أنت راح أعطيك فكرة، كأس العالم 86 يعني كنا منتخب عراق، يعني أحكي لك عن نفسي، يعني تجربة شخصية، يعني أنا ألعب شبه بالنص، إيدو مدرب منتخب عراق كأس العالم قال الأشباه يطلعون على صفحة، تمام، فطلع ناطق، طلع حسين، علي حسين، طلع حارس، طلع شاكر، طلع اسماعيل محمد، طلع باسور قارقيس، طلع كريم علاوي، طلع زين، هاي شلون بدال بره واحد يلعب؟ انا شلون العب يعني؟ هاي العالم مثلا. هسه حسين سعيد واحمد راضي لازم هو المنتخب 20 سنه قد لاعبين مهاجمين انظلموا من ورا حسين واحمد، مو زينين اللي انظلموا، بس هم ذولي، بس ذولي قمه، حسين واحمد وفلاح، مثل ما اليوم كلها تقول لك احنا انظلمنا من يونس. طبعا هسه راح اعطيك مثال، مثلا احمد، عندنا احمد الصبحي، وعندنا ارا، وعندنا مثلا سليم ملاخ، وعندنا حنون المشكور، وعندنا ذول كلهم مهاجمين نفس جيل هاي الناس، تمام، بس شقد هم لاعبين وشقد مميزين، بس هم قدروا يوصلون للقمه اللي بيها فلاح وعلي واحمد تمام، كذلك اشباه بالنص، كذلك المدافعين عدنان درجاوي وناظم شاكر، منو يلعب؟ من يلعب غانم عربي؟ من يلعب يعني مثلا؟ تمام، رعد حمود وكاظم وفتاح ويا جول شي يجي قبل احلى من اليوم؟ طبعا احلى، طبعا طبعا، قلت لك حب كان، تمام، هسه الحب انفقد، هو اي شيء ما بيحب انفقد، ينفقد. لكن شنو حبك للمرحوم؟ هذا الموضوع يعني سهيل عاش ويانا، يعني سهيل رياضه، فن، شعر، ادب، اخلاق، عشيره، عمام، بيت، أنا هذا بيتي يعني جيراني. اليوم الجورة تغيرت. أنا كان عندي زوجة وطفل. البيت اعطيته لأبو سجاد، منو اشتراه من ولد يمكن تقاس. أسافر بيت أهلي ذول. والله العلي عظيم أوصي على عيالي هم الجماعة. أقول أنا مسافر، عندي طفل وعندي زوجة، بيت واحد. ألقى من أجي يقول زوجتي سويف لي، تقول لي يقعدون بالباب. كساء واحد، ها تردين شي تردين شي. بس هي إذا يداين واحد فلوس يجي يقول لي راح داين فلان خاف يصير أطي أشترك بهذا المشروع، أجل هذا، أجل أروح لهذا، عشان نسيت عندي دفتر وقلم، هو ملات سهيل يعني، أنا سجلت خاف ينسى. موضوع سهيل يختلف، يعني موضوع سهيل عزوبية، شرف، كرامة، غيرة، نيالة هنيئا إلى هاي، والله العظيم، وهذا رمضان يعني هنيئا إلى هاي المحبة، يعني نقسم قسم وعمامة طبعا، موقف بينك وبينه ما تنسى أبد كابتن، والله كثيرة هي يعني. واحدة عندي معلومة إنه فد أنت تسافر هو يبات يمك بالبيت، هو يعني. أنا ذكرتها يعني إذا تنا نطلع عن خارج البلد هو سهيل أبو عائلتي، الله يعني مرة مصرف عفت، شو أنت عف مصرف يقول لي الله ممكن أخ ما يسويها، إيه طبعا، ولذلك المفاجأة مالي سهيل مصيبة يعني كبيرة جدا، أكو نوبات فلتة بالحياة تصير، فلتات يعني مثلا، يعني فلتة، شنو المزين بي أنت طول واحد يقول لي شنو المزين بي، والله العظيم ماكو شيء مزين بي، بس هاي الحياة الحمد لله وشكرا. يعني نلبس سوى يعني مثلا ذا لبس بدله، هو لباس انيق جدا، نعم يعني انيق يقدر يدن لحقه من لحقه، فيعلمنا لبس يعني، يعلم الله يعلم، تمام.